السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكسبيرت اي اي ده موقع معتمد على شات جي بي تي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما بتسأله ممكن تروح لشات جي بي تي وتقول له كلمني على انك طباخ ويجاوبني على انك طباخ. ما اسألكش مثلا عن حاجة معينة فانت تفهمها ان الكلمة دي مثلا موجودة في في الكيمياء او في الفيزياء، لا، انا عايز كل الكلام اللي بينه وبينك جوه المطبخ. تمام؟ ممكن تكلم تقول له كلمني كمهندس، كلمني كطبيب، كلمني كوايس فريند، شخص حكيم صديق ليا، كواحد سونج رايتر. تمام؟ كل الحاجات دي تقدر ان انت تروح لشات جي بي تي وتقول له كلمني كانك انت مثلا طبيب، انا بتكلم عايز معلومات عن القلب، لان ممكن تقول له بابليك كده يعني عادي، تقول له احكي لي على القلب فيقول لك عند قلب لا باع ولا اشترى، ويعني يجيب لك كلام من اغاني. تمام؟ لان انت مش محدد له ان انت عايز تتكلم مع طبيب. فهي دي الفكره. ممكن تقول له مثلا عايز اتكلم مع بيل جيتس، عايز اتكلم مع شخص مرح، عايز اتكلم مع حد يكون خبير في الاسواق الماليه مثلا. فيبقى كله تركيزه ان هو يساعدك في الحاجات الماليه. مثلا هقول له انا عايز اتكلم مع صديق، وبعد كده ممكن تكتب له بقى من انت يقول لك انا صديق ممكن اديك نصيحة كويسة هتساعدك في الخطوات اللي جاية ان شاء الله. ماشي، ادفايس مي. بيقول لك اخبرني عن نفسك عشان اني ادفايس ان لايف، اني ادفايس ان لايف، وخلاص بقى. بيقول لك يعني اعمل ساين ان عادي بس هو ببلاش يعني. فبدا يحط لي بقى بي ترو تو يور سيلف لوز كيب. على فكره هو بيقبل العربي، لكن ساعات مثلا تقول حاجه بالعربي يعني لسه كلها كام يوم كده وتتظبط موضوع اللغات الاخرى باذن الله، لان كده كده هو معتمد على شات جي بي تي، وشات جي بي تي من اقوى المعالجات اللغويه.